لسه لينا كلام بقى لما هندخل جوه وهندخل الشقق، بس هندخل بقى ايه مع المهندس عمرو خطاب يفرجنا على الشقق من جوه والتشطيبات، ونشوف يا ترى الشقق دي بكام. يعني ما هو برضو اهالينا على قد الحق، اصل في واحد قالك يا ترى هيدفعوا الناس كام. عايز تعرف الاجابه؟ استنى شويه. قال لك احتكم الامر الراجل اللي شجعني وحمسني جدا ان انا اجي هنا في مثلث ماسبيرو هو هذا الرجل الفاضل المحترم مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. ازاي الحال؟ اهلا وسهلا بحضرتك. مش عارف اقول لك منورنا ولا انت صاحب البيت، فاحنا ضيوف عليكم. منورنا ويعني البيت بيتكم يا رب يخليك. احنا دلوقتي واقفين في الدور العاشر سكني في برج من الابراج السكنيه اللي فيها الشقق اللي هتتسلم لاهالينا سكان نفس ذات المنطقه. انا طلعت في هذا الاسانسير العظيم، والاسانسير ده ماركه حلوه صح؟ اللي انا خدت بالي ان هو ماركه، مش هقدر اقول ماركه، بس حاجه الماني فاخر الفاخر زي ما بيتقال. طيب كل الحاجات اللي هنا جودتها زي اللي بنحطها في بيوتها واحسن يعني، ولا حاجه كوليشن كان؟ الخامات اللي حضرتك هتشوفها النهارده خامات عاليه الجوده. من اول ما حضرتك اتفضلت كده من الاسانسير، ماركه محترمه جدا. الخامات المستخدمه في الفاير فايتنج، في الكهرباء، في نظام الاطفاء الحريق، يعني في الكهرباء، في الاتصالات، كل وحده سكنيه هتلاقي فيها وحده اتصالات مجهزه، وحده كهرباء، وحده توصيل الغاز، وحده توصيل المرافق الكامله، التكييفات مجهزة لتركيبات مع أعلى جودة وأعلى مستوى. حلو قوي. قبل ما تصطحبنا في الجولة، أنا يعني كنا واقفين أنا وحضرتك وأنا قاعد عمال إيه راجل أحب الدعبسة قد يعني. طبعا أيوة أهي، عشان أنا عارف إيه العلبة بتاعت الإخوان يجي يقول لك إيه نظام الإطفاء، حاطين علبة حمراء وبتاع ومش عارف. هتشوف حضرتك نظام الإطفاء في كل دور، هتلاقي نظام إطفاء مية وبودرة موجود جاهزة، وزي ما حضرتك شايف في نظام جاهز على الاستخدام اليدوي، وفي نظام تاني في السقف المعلق ده لكل شقه ولكل ممر. كل شقه جواها نظام اطفاء اوتوماتيك، لو حصل اي دخان او حريق راكب وبيتجرب دلوقتي، وهتشوف حضرتك المنظر. يلا بينا. اتفضل حضرتك هتقود الطريق وهتودينا نبدا نشوف الشقق اللي موجود. اتفضل يا فندم. اتفضل. اللي هو ايه بيعلم رفع الاثقال ده. الباب ده ايه؟ زي ما حضرتك شفت ده باب فاير ريتد، يعني مقاوم للحريق لفتره زمنيه معينه طبقا لتوصيف التصميم. بيبقى مجهز لانه يبقى ده يعني في اي حاله معينه بيمنع وصول الحريق للمكان الا بعد وقت كبير جدا. فده بيبقى معمول دايما في الاماكن اللي فيها حياه ومرور وسكان، بحيث دايما بيبقى متوصف ان هو يستوعب ويستحمل الحريق لفتره كبيره، عشان كده هو تقيل شويه. تقيل ومظبوطه تقيله، وطبعا مجهز لكده. ده باب خروج بيبقى معمول لكده للطوارئ. حلو جدا. اتفضل يا فندم. رهيب الباب. دي بقى كده ابواب الشقق، الوحدات السكنيه، ده الكوريدور او الممر اللي بيوزع بقى الوحدات بين الابراج. احنا زي ما حضرتك شايف كده، ده مدخل شقه وده مدخل تاني، وبعد كده بنكمل بعد كده على الاماكن التانيه. حلو جدا. ومدخل البرج اللي بعده. فلتقود المسيره يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. احنا كده ماشيين في المكان تحس ان انت ماشي جوه اوتيل، مش ماشي جوه ايه الشبابيك الحلوه دي. الممر زي ما حضرتك شايف كده، يعني في سقف معلق جواه شبكه كبيره جدا من المرافق، ميه صرف، كهرباء، اتصالات، غاز، فاير فايتنج او نظام مكافحه الحريق، بحيث انه ما يبقاش جارح العين اي مرافق في السقف. وفي فتحه خدمات معموله للصيانه موجوده فوق، بحيث اي صيانه تحصل يبقى في اكسس او دخول ليها. الحته دي بحري من الهواء، وده هواء داخل النسايم ايه واللعلقه كلها، هو ده النسيم العليل. مظبوط. طيب شقه 1102 دي كده لوحه كهرباء اي بي بي دي. مظبوط. دي توزيع الكهرباء، اللي بتوزع الكهرباء على الشقه، على الغرف والمطبخ والحمامات والمدخل. ماشي. طب دي عارفينها؟ دي المعتاده. دي عارفينها. دي بقى دي لوحة الاتصالات.
الشقة طبعا مزودة بوحدات لتوصيل الانترنت وشبكة الاتصالات. كل اللي عليا ان انا لما هسكن الشقة هركب الراوتر هنا واوصل فيه الكابل الرئيسي بتاع الانترنت والشبكه كلها بقت موجوده في السوكتس دي. والكابلات دي بالفعل متغذيه جوه الحوائط دلوقتي، خلاص انا مش محتاج نوصل كابلات. والكهرباء بتاعه الراوتر احطها هنا. هنا مظبوط، كل حاجه مجهزه، دي لوحه جاهزه للاتصالات. مفيش بقى جو ترابيزه حاطط عليها ولا الراوتر سلوك ولا اجيب مشترك والعيال توقع الراوتر على الارض مظبوط. هو انا مش قلت لكم احلى من البيوت اللي احنا عايشين فيها؟ ربنا يبارك. ماشي، حضرتك بقى قلت لي ان احنا فعلا وده حقيقي وواقعي اهو، ده نظام الاطفاء مظبوط، ده مكافحه الحرائق. اي مشكله بتحصل في طبعا سنسور بيرصد ان في مشكله، بيبقى طبعا واصل بالشبكه الرئيسيه زي ما حضرتك شفت كده السقف المعلق في شبكه الحريق واصله هنا في كل الشقق، بحيث ان هو يعمل اطفاء فوري لاي حريق تحصل. بص انا راجل تفاصيل قوي. انا عاجبني جدا انه عاملين حساب توصيل الكهرباء بالطريقه دي. مش السلك يبقى عريان ويجي الشخص اللي هي اخويا الكهربائي اللي هيوصل لي. استاذ حضرتك ترفع الميكروفون ويوصل والشكرتون وبتاع. لا 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 ده احنا عاملين جو بحيث ان هو التفاصيل تشتغل بشكل محترف، ما حدش يتعرض لمخاطر، وفي نفس الوقت كل شقه تلاقيها بالشكل ده. هو كل المطلوب ان هو يركب الجزء المضيء بتاعه او وحده الاضاءه بالشكل الموجود في اللوحه دي، بحيث ما تعرضش اي مشكله بعد كده. ده هتلاقي حضرتك موجود في جنب التكييف، هتلاقيه موجود في المطبخ، وهتلاقي اي حاجه فيها توصيل قطع جايه مع الساكن هتلاقيها مجهزه بالشكل. احنا هنلف لفه وكده هنرجع نقف في البلكونه وهتشربوني شاي اكيد زي ما اتفقنا. اكيد تنورنا. المفاتيح عشان اصلا فعلا دي شركه مصريه او بالادق شركه ايطاليه بتصنع في مصر من زمان، مش هقول لك برده نوع كفايه ان انا قلت اي بي دي 3 مرات. مفاتيح من نجيبها في البيت يعني، الحاجات الكويسه المحترمه يعني. والاتصالات والتليفون مجهز، الاتصالات والتليفون موجود، والكهرباء لو في تلفزيون هنا ومجهز لفيشه للدش. يعني المالك، وانا باكد على كلمه المالك مش المستاجر مش الشاغر يعني خالص. طيب مش الشاغر، مش هيحتاج يخش الشقه لا يعمل لا توصيله ولا يفتح لا اي سلوك عشوائيه في المكان، كله مجهز لكل الاغراض المختلفه دي. مكان طبعا متساب فاضي اللي هو بتاع الدش، مجرد ما يركب وصله الدش هنا خلاص الراجل بتاع الدش مجهزه في اللوحه دي، مجهزه في اللوحه من هنا. من نفس لوحه الاتصالات. لا اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يعني زدني انبهارا على انبهاري. اتفضل. ده اول حمام، ده اللي هو الحمام الرئيسي، عايز الزملاء يجي يبصوا عليه حضراتكم. اتفضلوا يا جماعه خشوا طبعا. ده التشطيب ده موجود بالشكل ده في كل الوحدات، نوع سيراميك زي ما قلنا برضو. اي حاجه فيها حاجه كهربائيه مجهزه، الكليبسات يعني الجديده، المرايه اللي هتبقى فيها كهرباء مجهزه، لو هركب مرايه فيها لمبه يبقى مجهزه بحاجه زي كده. لو هتشوف حضرتك المفتاح لغرفه، اسف، السويتش نفسه جوه مطبخ وش الحمام، حمام او مطبخ، هتلاقيه في غطا عليه معمول غطا عشان الابخره والزيوت واي حاجه سوائل، اي حاجه ما فيش ما تاثرش على الكهرباء اللي جوه الوحده نفسها. دي حاجه محترمه جدا جدا. بالمناسبه خلوني ابدي اعجابي بالاكر والمقابض والكوالين بتاعه الابواب دي نقول عليها ونبي تعالوا بصوا عليها. والله العظيم انا عايز اشوف الناس اللي بتيجي تشطب بيوتنا بيعملوا فينا عمايل مش قد كده. بكره محمله بص ما شاء الله حمام الباب نفسه اسمع. ده الحمام التاني، وده هنا الحمام التاني مظبوط، وشاور روم خش 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 ما تتكسفش خش خش ندخل يا راجل. افتح لكم النور ولا ايه؟ افتح لك النور. انا هيصك دلوقتي، حاسس ان البيت بيتي. ودي اوضه ثالثه مظبوط، عشان بس برضو اصلا عندي مشكله كبيره في مساله التشكيك. يعني يجي يقول لك ايه يا عم ده جايب لهم شقه قد الحق، احنا دخلنا حمامين وادي اوضه وادي الثانيه وهنخش الثالثه. بس اخترتوا الدور يعني احنا ما اخترناش. ايوه يعني الشبابيك ده القطاع طبعا. بص ده حضرتك كان بنتكلم فيه لسه مع الزملاء قبل التصوير. القطاع ده من القطاعات الفاخره جدا، يعني تكلفتها عاليه جدا محترمه
بتمنع الدخول الأتربة، وفي فرشة بتمنع في فرشة الأتربة عشان التراب وعزل الهواء وصوت وبي في سي محترم عليه القيمة، وفي سلك برضو قطع سلك وفي موجود. سلك اهو وبالمناسبة انت عارف لو في تكنولوجيا في التلفزيون تخلي المشاهد يمسك الحاجة يشعر بالملمس، يعني انا اللي اخترع التكنولوجيا دي، لازم تبقى تحط ايدك على السلك وايه وتروح تعاقب اللي ركب لك السلك في بيتكم. حاجة محترمة جدا جدا برضو. في كل غرفة مفيش اوضة مفيهاش نظام اطفاء، نظام اطفاء لازم كله فيه. مفيش اوضة مفيهاش السلك بتاع الاتصالات. بنتكلم يعني على برج سكني، يعني لازم يكون فيه مجهز للموضوع ده بشكل جيد جدا. حتى مفتاح التكييف، مفتاح التكييف مظبوط مجهز، ان هو مجرد ما يوصل التكييف بره يوصل السلك هو المفتاح شغال خلاص. طيب الاوضة التالتة دي بقى أوضة ميزة، فيها بلكونة وشباك باصص على شارع رمسيس، فيها أكتر من إطلالة هنا على حركة بقى. طبعا بعد إن شاء الله لما نخلص دي المرحلة الأولى اللي احنا واقفين فيها هنا في مركز المشروع. تعالوا يا جماعة تعالوا، في زي بيازا كده منطقة ترفيهية هتبقى في وسط المشروع، فيها خدمات فيها أنشطة فيها حدائق فيها متنزهات، بحيث إنه أي برج من الأبراج هيبقى شايف المنطقة دي، واي حد من رواد المكان يقدر يوصل لها بسهوله من جميع المداخل. فالجزء ده هيبقى بعد ما خلص ان شاء الله يعني زي متنزه ومتنفس وحاجات زي مزبوط. كده كل الناس كل عايزها شايف كده شايفاها يعني ومستفيده منها، سواء من اطلاله الغرفه او من استخدامها في المكان نفسه. جدير بالذكر بالمناسبه ان الازاز ده من بره عاكس علشان تبقى عارف مزبوط. برضو لضمان الخصوصيه بتاعت الناس ملكه الوحدات الصبح. طيب نطلع بقى على الريسبشن ويجهزوا لنا بقى الشاي. اتفضل. عشان عايز اقف في البلكونه. اتفضل يا فندم. دي بقى كوبايه شاي، عارف اللي هو الاغنيه بتاعت كوبايه شاي بين العصر والمغرب. احنا تصدق احنا بين العصر والمغرب فعلا دلوقتي احنا بنصور. اولا شكرا على الشاي. انا طبعا نورتونا. احلى كوبايه شاي تشربها في حياتك. بحري هوا حاجة عظمة. طيب سؤال بقى، ايه حكاية التكييف والتوصيلات؟ انا عارف انها مش هتتسلم بالتكييف، هنبقى مبالغين طبعا. هو تجهيزة التكييف زي ما حضرتك شايف كده معمولة مجهزة، وصلة الكهرباء، وصلة صرف التكييف يتجمع في ماسورة كبيرة لماسورة ام، في لوفر زي ما حضرتك شايف كده ورا يدي مظهر جمالي للعمارة، وفي نفس الوقت تدخل هواء لمكنة التكييف وما تحصلش مشكلة، ما بيعملش تحميل حراري بالظبط كده، ما تعملش سخونية في البلكونة، وفي نفس الوقت تبقى تستوعب الحرارة الموجودة وانها تدخل هواء باستمرار، فيبقى التصميم متكامل بحيث انه يستوعب تكييف او اثنين في المكان. طيب اللي انا شايفه ده كله من ساعة ما وصلنا وهيبقى محتاج صيانة وهيبقى محتاج إدارة، يعني شركة تدير وتصين مهم جدا، واهالينا يعني ناس على قد حالهم، هنعمل ايه بقى في القصه دي؟ ده سؤال يعني ده اهم سؤال اعتبره يعني في لقاء حضرتك ماشي. فعلا حلو. لانه فعلا من اول ما تم طرح فكره المشروع ده كان السؤال الشاغل لكل الخبراء اللي بيصمموا المشروع وللمكتب سياده الوزير. دكتور عاصم الجزار شخصيا كان مهتم جدا بالموضوع ده في اخر اجتماع، يمكن حضرتك كنت متابعنا باستمرار، انه تعيين كيان يدير المكان، وبالفعل حصل دلوقتي في مقترحات حديثه جدا للموضوع علشان اداره وتشغيل وصيانه وتامين المنشات دي من اول المدخل تحت، سكيورتي امن موجود، لصيانه التكييفات وصيانه الاسانسيرات المصاعد مهم جدا، لان بنتكلم في كل مجموعه ابراج 10 مصاعد تقريبا، صيانتها دي مهمه جدا طبعا. الجارب شوتينج او البايب اللي هو الماسوره اللي بيحط فيها المخلفات بتاعت كل شقه وتنزل، يعني القمامه بتاعت الشقه تنزل في ماسوره زي بلاد بره مظبوط، تنزل في ماسوره على البيزمنت تحت انا ما شفهاش. عربيه بتدخل من نفق تحت تاخدها مجمعه مقفوله تطلع تترمي في مكان المخلفات، فبالتالي يبقى ده اداره كامله للمكان، وده اتعمل له مقترحات لوديعة صيانه وتشغيل لكل وحده سكنيه واتقدرت بالفعل، وفي مقترح دلوقتي ان هي ان شاء الله تشتغل، لمجرد ما يبقى في سكان يبقى في اداره كامله من اول يوم. الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي الشركات لما بتكون بانيه مبنى بهذا الشكل
بتعتبره شكل من اشكال التسويق ويغلي بيه سعر الوحدة. يعني يقول لك لا على فكرة ده انا عندي مش عارف ايه اللي بترمي فيها القمامة وتيجي العربية ده مش على فكرة يعني انا عندي شركة كبيرة للصيانة مزبوط. والامن انا عندي يقعدوا يطلعوا علينا ويحطوا اسعار تخض. هو حركة مش رفاهية عشان احافظ على الاصل ده او الاسل يعني احافظ على المنشأ ده بالضخامة دي وبالحجم ده وبعدد السكان اللي هيبقى فيه. هنتكلم على حوالي 1200 وحدة سكنية في المكان ده. عشان احافظ عليه فترة كبيرة جدا لازم ابدأ من الاول في خطة تشغيل وصيانة. مش رفاهية وما بقتش حاجة زيادة عشان تعالى فلوس. دي بقت حاجة من اساسيات المعيشة او بمعنى اصح العنوان الرئيسي اللي بنتكلم كلنا فيه. جودة الحياة. من اول افتح البلكونة الاقي منظر جميل. استخدم خدمات مستديمة. دايما مستديمة ما بيحصلش فيها اعطال كتير. استباق الاعطال. الصيانة الدورية من قبل ما يحصل عطل انا عندي خطة صيانة. كل 3 شهور بعمل صيانة للموضوع ده. ما بستناش لما اسانسير يعطل وابلغ الاعطال. لا مفيش بقى الكلام ده خلاص. انا بعمل خطة استباقية للتدخل باستمرار سواء مرفق سيادي مية صرف كهرباء اتصالات سواء منشأ داخلي مصاعد كهرباء. بعمل خطة صيانة ودورية وتشيك على نظام اطفاء الحريق. ما استناش لما تحصل مشكلة وعليها. ده برج سكني. بنتكلم على 500 اسرة في البرج الواحد. من 300 ل 500 اسره في برج واحد. ده مهم جدا التفكير في الموضوع من اول يوم. وده كان حقيقي في التصميم نفسه. الوحدات دي تكلفتها كام على الدوله تقريبا؟ يعني احنا طبعا عندنا نماذج مختلفه في الابراج. بنتكلم على من المساحات الصغيره بتكلف تقريبا حوالي 700,000 جنيه. حوالي 700,000 جنيه. الوحدات الكبيره توصل 900,000 لحد 1,000,000 جنيه. ده باسعار زمان كمان. ده تكلفه الوحده وانشائها على الدوله. دي اسعار 2019 من اول ما بدانا شغل. لا طبعا احنا تعرضنا للازمات العالميه اثرت اثناء الشغل. يعني احنا بننفذ في خامات ارتفعت وفي تكلفه زادت. يعني بس هنحسب تكلفه تقديريه. يعني اقول مثلا بالمتوسط 800-850,000. مظبوط. طبقا للمساحات المختلفه اللي موجوده. عزيزي المواطن اصلا في واحد اخواني كده كاتب على تويتر بيقول يوسف الحسيني بيقول لاول مره حد يطبطب على الغلابه علشان الابراج بتاعه ماسبيرو. فاي النص كده والله العظيم هي الوحده بكام يا ابن التيت؟ انا هاخدها انا في سيدي مش قصه. شويه هو اهالينا هيدفعوا حاجه فندم؟ لا طبعا في تعاقدات تمت من اول يوم. اول ما تم وضع الرغبات المختلفه بالمقترحات المختلفه للاهالي سواء اللي ارتضى تعويض نقدي وساب المكان او اللي ارتضى تعويض بوحده سكنيه في مشروع اخر. وده حصل بالعدد كبير. واللي هيجي هنا 4500 اسره يستوفي اوراقه ويستلم. واللي قال لا انا عايز خيار العوده بس طبعا الدوله دفعت له ايجار سكن طبعا. وحده بزيله في مكان منهم من 40-50,000 جنيه خدهم سنوي علشان يقدر يسكن في وحده لحد ما يجي ياخد شقته هنا. لحد ما يجي تم توقيع عقود مع في الكلام ده وتم الاتفاق عليه من اول يوم. الموضوع ما فيهوش نقاش ان حد يقول لا ده هيدفعونا بقى فروق كبيره. طب الغلابه هيقدروا يدفعوا الكلام ده ازاي؟ لا احنا طبعا في تعاقدات للكلام ده وفي دراسات اتعملت بشكل جيد جدا على الارض قبل ما البيوت تتشال. يعني الموضوع ده خد وقت كبير جدا من النقاش لحد بدايه التنفيذ هنا في اخر 2019. بس خلاص هي حدوته بدات في 2019 ودلوقتي هي مش بتتشطب. هي قيد التسليم. دي الحدوتة بتاعت مثلث ماسبيرو. باشمهندس عمرو انا مبسوط جدا وفخور جدا وسعيد وبشكرك وتعبناك وعندكوا حاجات في الوزارة قد كده هو بس سبتلنا مساحة كبيرة جدا من وقتك. الف شكر. حضراتكم نورتونا وانا اللي بشكركم والله انكم سلطتوا الضوء على اللي بيحصل هنا وعشان الناس تشوف اللي بيشوف برنامج حضراتكم يشوف على الحقيقة اللي بيحصل. اذا هي الدولة بتطبطب على الغلابه.